مرحبا، اليوم بدنا نعطي نصيحة للأشخاص اللي بدهم يشتروا جلاية جديدة. زي ما بنعرف إنه من الضروريات والأساسيات وجود الجلاية في المطبخ يلي بتساعد ست البيت وبتريحها من أعباء الجلي والتعب، وتعطي نتائج مثالية في التنظيف وفي التعقيم. ولما نشتري جلاية جديدة لازم نتعرف على سعة الجلاية، وعادة ما تقاس بعدد الأطباق. فلما نحكي انه سعة الجلاية 14 طبق، فهذا معناه انها بتتسع لأدوات 14 شخص من طبق، صحن، وكاسة وغيرها. ورفوف الجلاية لازم يكون قابلة للتعديل عشان نقدر نجلي الأنواع المختلفة والأحجام المختلفة من الأطباق والأواني براحة أكبر. مميزات الجلاية من الأمور المهمة والأساسية في اختيار الجلاية اللي بدنا نشتريها، فلازم ننتبه على برامج الغسيل الموجودة إنها تكون متعددة وملائمة لكل أنواع الأطباق والصحون، مثل دورات الأولية، دورات السريعة، والإضافة إلى ذلك برنامج التعقيم والتجفيف باستخدام الأشعة أو البخار، ولوحة التحكم السهلة والمريحة. وكمان نوعية الموتور وعدد سنوات الكفالة من العوامل الأساسية في اختيار نوع الجلاية، ولازم الانتباه لكفاءة الجلاية وقديش نسبة توفير الكهرباء فيها.